الثروة الحيوانية في بلادنا تمثل مرتكزا اقتصاديا هاما ومصدر عيش واستثمار للعديد من المواطنين. وبالنظر لهذه الأهمية، فإنه من الضروري أن تواكب باهتمام بالصحة الحيوانية والأخذ بها ثقافة ملازمة لمختلف مراحل التنمية الحيوانية. منطلق الصحة الحيوانية من الأدوية البيطرية والتركيز على نصائح المختصين البيطريين في الحملات الموسمية وفي الظروف العادية، لكن الإطار السائد لاقتناء الأدوية البيطرية تكتنفه ظروف بدائية في الاستشارة وأخذ الوصفات. ومن الواقع اليومي تبدو الصورة كفيلة بالنطق بالحكم على غياب دور الطبيب البيطري في مثل هذه الحالات. جاي الصيدلي عندي شي من الحيوان يعود فيه وجاع، ويعود قال له شي عندي انا شعيت نعرفه، شعيت ما نعرفه. ونجي للصيدليات هون يبيعون الدواء، يقولون عن صالح له، ويقولون نعملوا من الحيوان نعملوه. زرع يقولون هم نعملوا طبيب ما هم معنا. قضية التاريخ انا بعد ما نصل هكا ونختار بعد شي ما نقص تاريخ، شنو نقص تاريخ ما عندي. إذا فتي عرفت انه ما في تاريخ وما في ما نشري. مش مجهول ما عاد الله نقوله. قال لي اليوم ما نعرف شنو، ما نقول شنو نقص تاريخ ما نصل كاع بنات. الصيدليات البيطرية مشرعة الأبواب وسط العاصمة، وعروض الأدوية البيطرية تحيل إلى أن الطلب قائم، لكن الإشكالات المطروحة تنتظم في تعقيدات سلم الطب البيطري، بدءا بتموقع المواشي مرورا بغياب الوعي لدى المنمين والرعاة، وانتهاءا بتحين فرص بيع المعروض من قبل العديد من تجار الأدوية البيطرية. بالنسبة لي أنا كطبيب بيطري كطبيب ممارس، جيت هذه الروايه ركعتي لا من قله الكادر الفني وقله التعطيل عند المنمي. لكن اللي يشري شي الادويه وخاصه ماده الفيرمكتين وليزوكسيتراسكلين وليزانتيبيوتيك وليزانتيبارازيتار، يقول شوي ما يزيدش مع ذولا كيزري. نقول له سنتيم واحد للشا يقبض ويدير سنتيمين ويدير خمسه. ومعروف على ان في الدساتير الدوليه بالنسبه للدساتير الدوليه الادويه، لان دائما جرعه قاتله تعود بينها مع الجرعه العلاجيه 10 مرات، معناها اذا درت خمسه ولا سته الحيوان ما يموت. يقال الحيوان عقب لا يتعود على ذاك ويجو كيف ذي البتره حالا عندنا مشكله هنا، الناس يقول لك القمله ما تموت، القمله ما تموت. سبب هما في حد ذاتهم نفس الماده وتداول عاد لها 20 سنه في العالم، وهي موريتانيا عاد قريب من 15 سنه، ويديروا منها ياسر وتعودت عليه سام الحيوان ولا يزي شيء. الى جات كاع للطبيب البيطري، والله جا واحد مخرج من كليه جديد وقال سنتيم واحد يكفي شيء، وعاد المنمي ولا الراعي في الخلوات يدير منها خمسه ولا سته، الى اعطاه احسن نوع من الفيرمكتين ما هو يجبر اي نتيجه. طلب الادويه البيطريه يحتم احيانا كثيره اخذ وقت طويل لضبط المميزات والعلامات والاشكال والالوان، ومع ذلك قد لا تسلم الماشيه البريئه في مرابطها ومسارحها من تبعات الخلط بين الادويه احيانا وسوء تقدير نسب الاستعمال احيانا اخرى. عاد الشم الحيوان وفم ما قاطن ما يحرك عن فم، وعين نقبض له الدواء ونقبض له الدواء الا من الصيدليات. ما قط شريت ذاك اللي خايف منه، ذاك اللي خايف منه مثلا يالته يعود فيه شيء يضر، والله ذا ما نقرب قاع منه. ونعرف عن عين نديروا له الدقه وتقتلوا، ان قال ان هذه دقه القمر يديروها تقتلوا قد يعود. مثلا علم نحن نديروا منها ياسر اكثر من اللازم، والله وتو يما اللي تقتل عنه القمال اما اللي يصح. الا نشوفوا هذا اللي موصوف على الصيدليات ونجوهم وتو نسولوهم عن الدواء اللي يالطو يعود مثلا معلوم في الزايله، مثلا نقولوا له مرضها ويعطينا الدواء، والحمد لله دائما ينفع. يقولون ان هذه حبه للنهار، ويقولون ان هذه دقه يداروا منها 50 تيون الشيء ما هو كبير، حتى الدقة الحمراء هذه هي اللي قاعد دائما الناس مثلا معتمدة عليها، يقولوا عنها فيتامينات وعنها معلوم. قبل الا بالصيف اللي يقولوا انهم ديروا 50 تيون مثلا الى عاد زايلة كبيرة يندار لها 10 سنتيون في قوايمهم اللي ورا، والله في كتف، والله شيء في اللحم. بعض الأدوية البيطرية تلقي به أيادي العبث خارج الصيدليات البيطرية، فيستظل بهشاشة سقوف الأعرشة ويفترش التربة بحرارتها ورطوبتها في غياب لعين الرقيب. هاي الأدوية اللي تنباع في الشارع هون يلا تخرص من ناحية تراقب
وانا ملي ماسي عن الادويه لابد لها من مكان مكيف ومعدل له الحاله به اللي ما قد تعود تنباع الادويه هكذا بهذه الصوره اللي هي. التعامل مع الادويه البيطريه باعتبارها منقذا للمواشي من افات الامراض المحدقه يتطلب وعيا متكاملا بالمسؤوليات عبر العمل على انهاء التلاعب بهذه الادويه واعتماد النصائح الطبيه البيطريه والانطلاق من الوصفات التي ظلت مفقوده وغائبة الأدوار. بذلك تكتمل عناصر النشر. عود على بدء وتذكير بالعناوين. دائرة المسترشدين والمسترشدات في الطريقة التجانية تنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات من ورشوط ندوة دينية تحت عنوان الإسلام نتائج ومقدمات. في إطار تقريب الخدمات الأساسية